انا هو احمد الثلجي الاقوى في التاريخ، وهذا هو كوكبي كما ترون. انا اتيت الى هذا المكان للقضاء على احمد البطل. انا هنا لكي اقضي عليك يا احمد البطل. انظروا الى حراس الاساطير الوحوش الثلجيين، حراس احمد الثلجي، وهذه هي التماثيل تبعتي للقضاء على احمد البطل. انا هو احمد الثلجي بوم. اهلا اهلا، انا هو احمد الثلجي، سوف اقضي على الجميع. هذا هو كوكب الاسطوري، سوف اقضي عليك يا احمد البطل. احمد الثلجي ضد احمد البطل. يا حراسي مرحبا يا صديقي، اهلا وسهلا بك يا رئيسي يا احمد الثلجي. هاي يا صديقي الاخر مرحبا. اهلا وسهلا بك يا احمد الثلجي، انت اقوى واحد بالتاريخ. اكيد اقوى واحد بالتاريخ. اوفو، انظروا هذه هي العاصفة الثلجية. انا بخلي الجميع متجمد لانه انا هو احمد الثلجي. يا عائلتي الرائعة، عائلة احمد الثلجي، انا الان سوف انتقل واري الجميع انني الاقوى. انتقال مثل هيك تماما. هين انتقلت، عندي خاصيات اسطورية انا. انظروا، اوفو، مثل هيك تماما، تجميد، اوفو مثل هيك. شايفين ما اقواني، انا هو احمد الثلجي، قوي جدا، اوفو مثل هيك تماما، بجعل الجميع متجمد. انا هو احمد الثلجي، اوفو مثل هيك تماما. انتقال الى الكوكب تبعي، مثل هيك تماما. مرحبا يا عائلتي الرائعة، هذا هو كوكبي. اوه مرحبا، انا هو المراقب، وهاي هي الغرفة الاسطورية تبعتي كما ترون، غرفة رهيبة. احمد البطل سوالي اياها لانه بحبني كثير كثير، وانا بحبه لانه هو بطل الابطال ومنقذ جميع الابطال ومنقذ الابرياء كمان. إيه يا ويلي، شو هذا اللي مبين على الشاشة تبعت الحاسوب تبعي؟ خليني اشوف. إيه يا ويلي، شاشة، شو هذا؟ كوكب عملاق قادم لكوكب احمد البطل. يا ويلي، لازم اروح احكي له. سوي مثل هيك ومثل هيك يا احمد البطل، يا زهرور البطل، يا سوس البطلة. ايه شو اللي صاير، يا مراقب، يا رئيس المراقبين؟ هاي زهرور، هاي يا احمد، بسرعة بسرعة، في كوكب عملاق موجود بجوار الكوكب تبعك، كوكب بيشبه الكوكب تبعك. ايه شو اللي بتحكي فيه انت؟ لازم اني اروح اشوف، هاي يا زعرور، روح نادي سوس البطلة. يلا يلا، بدي اروح نادي سوس البطلة. هاي يا رئيس المراقبين، روح كمل العمل تبعك بسرعة. يلا ماشي، امرك امرك يا زعرور البطل. يلا يلا، بدي نادي سوس البطلة. يلا خليني، بدي انزل وبدي اكمل العمل تبعي. واو، مشكلة كبيرة هاي. هذا شرير من اقوى الاشرار اللي في العالم، لازم احمد البطل وزعرور البطل وسوس البطلة يقضوا عليه. انتم تستطيعون يا ابطال. خليني اجلس على في الغرفة تبعتي وعلى الكرسي مثل هيك تماما، وخليني انا الان ابدأ العمل تبعي. يلا يلا، مثل هيك ومثل هيك. هي يا عائلتي، يا عائلة الابطال الخارقين، انظروا مين اللي قدامنا. قدامنا عائلة احمد الشرير، هذا احمد الثلجي المرعب الشرير. اطلعوا كيف شكل الكوكب تبعه، قوي جدا جدا. يا ويلي، والله غريب كتير كتير، انت شايف يا احمد البطل؟ نعم انا شايف يا احمد البطل، والله انه مرعب كتير كتير. هاي يا ابطال، خليكم في هذا المكان، لازم اني اروح استكشف. ماشي ماشي ماشي، يلا يلا لا تتأخر علينا. يا ويلي يا ويلي، شو هذا؟ درجة الحرارة جالسة بتنقص شوي شوي. اوه يا ويلي، شو اللي جالس بصير؟ يا ويلي، في وحوش هون. اوه
اخ يا ويل، الاجنحه تبعتي جالسه بتتجمد لان المكان مثلج. في هذا المكان، المكان كثير كثير، درجه الحراره فيه سالب 20 او سالب 100، اشي مثل هيك تماما. هي يا عائلتي، ما بنقدر انا نقرب على الكوكب تبعه. ليش ليش يا احمد البطل ليش؟ لانه كوكبه كثير كثير مجمد ومثلج، ودرجه الحراره عنده كثير منخفضه. يا ويلي، لازم نعرف شو لازم نسوي. نعم لازم نعرف شو لازم نسوي. يلا يلا تعالوا نسوي اجتماع. يلا يلا يلا. يا احمد البطل، اكيد ما رح تقدر تقرب على الكوكب تبعي لانه كوكبي مرعب ومتجمد، واي احد بقرب عليه رح يتجمد ويموت. يا احمد البطل، انا هو احمد الثلجي. يا عائلتي، اهلا اهلا يا احمد الثلجي، يا سيدنا، مرحبا مرحبا، اهلا اهلا. هي يلا انت وانت اتبعوني، بدي افرج العالم كوكب الأسطوري. انظروا، هذا هو كوكبي، كوكب أحمد سنو، أحمد الثلجي كما ترون. هذا هو أنا، اطلعوا ما أقواني، أنا قوي جدا جدا، وهذا كمان أنا في صور أسطورية هون. وهوني لما أنا كنت جالس بطلع على أعلى جبل ثلجي بالعالم، كما ترون أنا شرير قوي جدا جدا. أحمد الثلجي رح يقضي على الجميع. أنت يا أحمد الثلجي أقوى واحد بالعالم. نعم أنت أقوى واحد بالعالم، وأنت أقوى واحد بالثلج كمان. نعم بعرف، ولسه ما شفتوش إشي. أنا حابس أبرياء في كل مكان عشان تعرفوا إنه أحمد الثلجي ما بلعب، بقتل فقط لا غير. انظروا انظروا، شيء رائع جدا جدا، انظروا كمية المساجين في كوكبي، انظروا. أيوة يلا اقضي عليهم. شوف شوف شوف. إشي رائع كثير كثير، تجمدوا تجمدوا. أيوة جمدهم، لا ترحم أي أحد. أيوة يا ويلي، واحد هرب. اقضي عليه اقضي عليه. أيوة هيني جاء، قضيت عليه كما ترون. إشي رائع كثير كثير، انظروا كيف بجمدهم، أنا هو البليز المتجمد. أكيد أكيد يا أحمد البطل، مستحيل تقضي علي، أنا اللي رح أقضي عليك. خلاص مثل ما اتفقنا، انا رح اروح ورح اهجم في طريقتي الخاصة، وانتو بتكملوا يا احمد ويا سوس البطلين الرائعين. ايوة يلا يا زعرور البطل، انت هو الامل الوحيد للقضاء على احمد الشرير. اكيد اكيد اكيد، انا هو زعرور زعرور زعرور، ورح اقضي عليك يا احمد الثلجي. اكيد يلا يلا روح اقضي عليه. يلا هاي هي جزء من الخطة تبعتي، وانا الان بدي اهجم. يلا انت تستطيع. اكيد انا رح استطيع. تعال لهون يا احمد الثلجي، انا سوف اقضي عليك. هاي يا بليز المتجمد، اطلع له واقضي عليه. ايه مين هذا بليز المتجمد؟ تعال لهون انا رح اقضي عليك. يا اي اي، لا 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 بترجاك، تفضل خد لك هاي خد لك هاي. اي يا ويلي تجمدت تجمدت، شو هذا شو هذا، خد لك هاي انا رح اقضي عليك. يا ويلي خد لك هاي، انا اللي راح اقضي عليك، اخ راح اتجمد راح اموت، خد لك هاي خد لك هاي، انا راح اجمدك تجميد، راح تموت على ايدي. اي اتجمدت، اي يا ويلي. يلا يلا انا راح اقضي عليك يا ويلي، بدي احاول اني انزل تحت، تعال هون انا راح اجمدك. اي يا ويلي ما نزلت، اي يا ويلي. درجة الحرارة سالب 1000، يلا على السجن. لا هذا أول عضو من أعضاء فريق أحمد البطل، زعرور البطل. طلعوني أنا متجمد متجمد. تجميد، جمدوا يا عائلة الرائعة. تجميد تجميد تجميد. احنا هم عائلة أحمد الثلجي، وأخيرا رح نقضي على
أحمد البطل. يلا جمده. يلا يلا إني جالس بجمد فيه مثل هيك ومثل هيك. يا ويلي يلا أنا بدي أهجم الآن. هي روحوا بسرعة، سوس البطلة بدها تهجم، روحوا وقفوها. سوف نوقفك يا سوسي البطلة، أنا هو أحمد الثلجي. أوفو. يلا يا سوس البطلة انطلقي. يلا انا رح اقضي عليك يا احمد الثلجي، انت قضيت على زعرور البطل وحبسته، اما انا مستحيل لانه معاي هذا الاسهم النارية، رح ادوبك انت واصدقائك. في احلامك خذ هاي، هذا اول حارس وانا بدي اقضي عليه. في احلامك خذي هاي. يا ويلي هذا قوي كتير كتير. انا رح اقضي عليك. اي يا ويلي انا انحرقت انا انحرقت. رح جمدك تجميد. يا ويلي بدي احاول نقض على هذولا. يا ويلي هذول درجة الحرارة كتير كتير منخفضة هون، طلعيني جالسة بحرق فيهم مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. انا رح تنجح الخطة تبعتي بكل تأكيد. تعالي لهون انا رح اجمدك تجميد. يا ويلي اخ 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 رح اتجمد. اتجمدي يا غبية اتجمدي. لا بترجاك بترجاك شو اللي جالس بصير. اخ 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 اتجمدي. لا 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 اي يلا على السجن. ها 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 مرحبا بك يا سوس البطلة. يا ويلي انا متجمدة وانا كمان، طلعونا بترجاك وطلعونا. ها 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 سوف اقضي على الجميع. ها وانا ايضا ضايل احمد البطل، قضينا على 2 من فريق احمد البطل، ضايل فقط احمد البطل عشان اقضي عليه. يلا جمدوهم تجميد جمدوهم. يلا نبدأ نجمدهم. اكيد نجمدهم. يلا الان دورك يا احمد البطل. يا ويلي هذا اللي اسمه احمد الثلجي، قوي كثير كثير مثل ما انت شفتوا، قضى على زعرور البطل وقضى كمان وحبس على سوس البطلة. خلاص ما عندي حل ثاني، انا لازم اروح واقضي عليه بمفردي لانه انا ما عندي حل ثاني. هجوم. يلا تعال يا احمد البطل، اهلا وسهلا بك. يا ويلي راح اقضي عليك بالنار. خذ لك هاي خذ لك هاي. في احلامك هذا الكلام. يلا وينه وينه هذا احمد الثلجي، بدي اقضي عليه مثل هيك ومثل هيك. ركز ركز يا احمد البطل. خذ لك هاي. يا ويلي هيني حرقت بس درجة الحرارة كثير كثير منخفضة هون. يلا يلا يا احمد الثلجي انت تستطيع. اكيد انا بستطيع. تعال هون خذ لك هاي خذ لك هاي مثل هيك، هيني حرقته. مش راح تقدر لي، عندي انا الثلج اقوى من النار. في احلامك يا ويلي درجة الحرارة جدا جدا منخفضة في هذا المكان. خذ لك هاي خذ لك هاي. مش قادر اشوف اي اشي. راح اجمدك تجميد، راح اقتلك يا غبي يا احمد البطل، وراح اخلي الجميع تعرف انه احمد الثلجي اقوى احمد بالعالم واقوى شرير بالعالم. في احلامك انا راح اظني بالصدارة. خذ لك هاي خذ لك هاي. يا ويلي بتحرك بسرعة. خذ لك هاي. اخ يا ويلي انت خصم قوي جدا جدا، بس انا اقوى منك. يا ويلي هذا جمدني، انا لازم اني انسحب. هو عنده طاقة قوية كثير كثير. ها 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 انسحب انسحب، اخريتك تموت على ايدي. يا ويلي شو هذا المأزق اللي انا وقعت فيه، انتو شايفين والله غريب كثير كثير. انا حزين لاني مش قادر له، وانا انسحبت لاني مش قادر له هذا اللي اسمه احمد الثلجي. انا لازم اني الاقي طريقة. ما في اي احد من اعضاء الفريق تبعي لحد الان موجود، كلياتهم انحبسوا في كوكب احمد الثلجي. فكر 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 يا احمد البطل فكر. مرحبا مرحبا يا احمد البطل. ايه احمد الناري، انا بقدر اني اساعدك، بس لازم تهربني من هذا المكان، لازم تطلعني. اصلا انا من زمان بحكي لك وانا بطلت شرير. معقول معقول هذا الكلام؟ يا ويلي مش عارف مش عارف شو بدي اسوي. نعم معقول هذا الكلام يا احمد البطل، انت فقط طلعني من هذا السجن، واعتبر احمد الثلجي موجود في هذا السجن اللي انا موجود فيه. فقط انت ثق في، انا صرت طيب وبطلت شرير. يا ويلي معقول معقول، ما عندي حل اخر، لانه انا حاولت اني اقضي على احمد الثلجي لكن الثلج تبعه كثير، درجة الحرارة تبعته منخفضة. خلاص انا ما عندي
عندي حل ثاني. اطلع يا احمد الناري. ايوه ايوه اخيرا واخيرا. تش 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 مثل هيك ظهور الاجنحة الان مثل هيك تماما. بدك انت تغدرني وتروح؟ الى اللقاء. يا ويلي لا تحكوها لا تحكوها، احمد النار هرب ولا ايش؟ قلت لك اني رح اصير طيب بس انت ما صدقتني. تعال لهون يا احمد الثلجي رح اقضي عليك. إيه؟ مين انت؟ خذ لك هاي احترق يا غبي. اخ لا 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 اخ. ايه هذا الكلام صحيح؟ احمد الناري واو انت رائع كثير. قلت لك ما رديت علي، بدي احرق الجميع احتراق الجميع. بوم 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 بوم. انا رح انزل تحت بدي انقذ زعرور وسوسي. يلا بدي اقتل هذولاك الاثنين الحراس تبعونه، وانا رح هيك اذوب كل الثلج هذا، رح اذوبه كلياته. انا هو احمد النار الطيب كما ترون، قضيت عليه. هذا اللي اسمه احمد الثلجي احتراق. انظروا ماذا حصل، انظروا. واخيرا بنقدر نحكي الان ان قضينا على عائلة احمد الثلجي كما ترون، هو والفريق تبعه. بسبب مين؟ بسبب احمد الناري. قلت لك يا احمد البطل اني انا بطلت شرير وصرت طيب. نعم وصدقتك. واو والله انك رائع كثير يا احمد الناري. شكرا لك كثير كثير يا سوسي. والله انك اسطوري كثير كثير يا احمد الناري. شكرا لك يا زعرور البطل. يلا الان بنقدر نحكي لك يا احمد الناري، بتقدر تكمل حياتك طبيعي. شكرا لك كثير كثير يا احمد البطل. الى اللقاء. الى اللقاء. مثل ما انت شايفين هينا قضينا على احمد الثلجي مثل ما انت شايفين، وزعرور البطل واحمد البطل وسوس البطلة في كل مكان. واو.